إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا شك أن الفوز برضا الله عز وجل هو غاية كل مؤمن، فما من مسلم إلا وهو يضع رضا الله نصب عينيه، كما قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ورضا الله عز وجل على العبد في الدنيا يعني السعادة، أما في الآخرة فلا سعادة بعد رضا الله عز وجل. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم احلل علينا رضوانك يا رب العالمين. عباد الله، إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يرضى، وأنه تعالى يحب، وأنه عز وجل يعجب، كما أنه سبحانه وتعالى يبغض ويسخط ويمقت، وجاء ذلك في كتابه سبحانه مخبرا عن نفسه، وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن ربه. لذا من أراد أن ينال رضا الله ومحبته وجب عليه أن يتجنب ما يغضب الله ويكرهه، فمن ذلك أن الله عز وجل يبغض الأخلاق السيئة، كل ما يندرج تحت هذا المسمى من سب وشتم وأذية وبذيء الأخلاق فإن الله عز وجل يكرهه، فمن أراد رضا الله وجب عليه أن يتجنب ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء،
وكم من معارفنا وكم من صداقاتنا وكم من قراباتنا من ينطبق عليهم هذا الوصف أنهم من أولي الفحش والبذاءة، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها، أي يبغض رديء الأخلاق. ومن المعلوم أن هذا اللسان الذي ينطق به العبد كلمة التوحيد فيدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب إن قالها مخلصا بها قلبه، فكذلك هذا اللسان هو من أعظم ما يستجلب به غضب الله وسخطه، وهو من أعظم أسباب دخول نار جهنم. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة يكتب الله عليك بها السخط إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقد يصاب المرء بمصيبة أو يبتلى بفقدان قريب أو حبيب فيتذمر ويتسخط ويشتكي، فيسخط الله عز وجل تعالى عليه فتصير مصيبته مصيبتين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما أمته الصبر بعدما مات ابنه إبراهيم: إنما أنا بشر تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرب، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. إن الحزن والتألم لفراق الحبيب أو القريب أمر طبيعي بشري، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانى منه، حتى نبي الله يعقوب بكى حتى فقد بصره وهو نبي، فهذا أمر لا مرية ولا شك فيه. ولكن المذموم هو أن ينطق العبد بالشكوى أو أن يتذمر أو أن لا يصبر، ولعظم بغض الله عز وجل لمن يتذمر على المصيبة ولا يصبر على قدره. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من ذلك: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، هذه النائحة التي تنوح على الميت قريبا كان لها أو بعيدا، سواء لطمت الخدود أو شقت الجيوب أو شدت الشعر أو كما يفعل الروافض والجهلة من تطبير وإدماء لأنفسهم وضرب في أمور مبتدعة مختلقة، هذا عقابه عند الله عز وجل. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وكم من أولئك الذين يخوضون في أمر العامة من الرويبضة وأشباههم، ممن يكتبون في الصحف والمجلات، أوجبوا عليهم سخط الله عز وجل لدعوتهم المسلمين إلى المنكرات والفواحش والاختلاط والسفور، ودعوتهم المسلمين إلى نبذ عقيدة الولاء والبراء وتمييع الدين، ولهجومهم المنظم على الإسلام من خلال مهاجمتهم لرموزه من علماء وقضاة ودعاة وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يفضحهم وأن يجعل تدبيرهم تدبيراً لهم. عباد الله، إن أكثر من يشار إليهم بالبنان اليوم هم ممن سخط الله عليهم وكره أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فهل أنت ممن ينطبق عليهم هذا الوصف؟ إن معظم المسلمين اليوم ينطبق عليهم وصف جاهل بالدنيا جاهل بالآخرة، مع أن الله يبغض من كان عالما بالدنيا جاهل بالآخرة، فكيف بين من جمع بين السوءتين؟
إن الله تعالى إذا أحب عبدا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم، إذا أحب عبدا فقد نال والله خير الدنيا والآخرة، وأما إذا أبغض الله عبدا فقد خسر الدنيا والآخرة. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أبغض عبدا، أي إذا أبغض الله عز وجل عبدا، دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم ممن هو ملعون في السماء محبوب عند العوام والجهلة في الأرض. إن العبرة تكون بحب أهل الصلاح والإيمان والتقوى، إذ هم شهود الله عز وجل في الأرض، ولا عبرة بإعجاب العوام والجهلة، ولا عبرة بمديحهم وثنائهم، إذ كم من ممثل أو مغن أو ثري خبيث أكرمكم الله يحبهم العوام ويحبهم الجهلة ويعجبون بهم، وبالمقابل لجهلهم وبعدهم عن كتاب الله وسنته فهم يكرهون العلماء ويكرهون الدعاة ويكرهون الآمرين بالمعروف. فلا شك عباد الله أن حب أولئك العوام والجهلة للفسقة لا يجعلهم ممن يحبهم الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوضع لهم القبول في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله عز وجل يكره المعاصي، والمعاصي تجلب سخطه سبحانه، ولذلك كره لنا عز وجل تلك الذنوب، فقال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومن أعظم المعاصي التي يكرهها ربنا عز وجل بعد الشرك عقوق الوالدين، ذاك العقوق وسوء الأخلاق مع الوالدين الذي انتشر بين فئام من المسلمين والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذراً أولئك العصاة: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فيا عبد الله، إن أردت أن تسخط الله عز وجل فأسخط أباك. كذلك مما يكرهه الله عز وجل ما جاء في الحديث: إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن مجالس المسلمين اليوم لا تشغل بذكر الله عز وجل، ولا تشغل بأمر من أمور الدنيا النافعة من تجارة أو علم أو طب أو نحوها، إنما هي مشغولة بالغيبة والنميمة والطعن في المسؤولين وفي الأمراء وفي العلماء وفي القضاة وفي نقل الشائعات. إن الله كره لكم ثلاثاً قيل وقال. ولو كان الحديث في تلك المجالس عن بينة وتثبت ودليل وبرهان يصلح أن يعرض في المحكمة فتفوز بالقضية، لما جاز لك أن تخوض فيها لما فيها من غيبة وتهييج وإثارة للفتن وإيغار للصدور.
فكيف بالله عليكم وهي شائعات وظنون ليس لدى العبد بها بينة ولا برهان؟ كل ما يملك فيها من أدلة سمعتهم يقولون وزعموا أن كذا وكذا، وأنا أعلم أنه حق. هل رأيت بعينك؟ هل سمعت بأذنك؟ هل لك عليه من دليل أو برهان؟ قال الله عز وجل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. المسؤول الفلاني، الوزير الفلاني اختلس وسرق ورشى وارتشى بكذا وكذا مليون، أرأيت؟ أسمعت؟ هذا مما انتشر بين الناس، سبحان الله. ستكتب شهادتهم ويسألون. لله عز وجل في خلقه حكم، والعباد مسؤولون من قبل ربهم عز وجل. أنت مسؤول عما يخرج من فمك، أنت مسؤول عما تعمل من أعمال، ستكتب شهادتهم ويسألون. واعلموا أن الظلم عباد الله من الأمور التي يبغضها ربنا عز وجل، ومن بغض الله تعالى للظلم أنه حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما. ومن هذا الباب من الظلم الواضح البين أن تخاصم أخا لك في الدين بالباطل والفجور والكذب. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ليس ذلك فحسب، بل أيضا من أعان على خصومه كأن يكون وكيلا أو محاميا أو مسؤولا أو وجيها يعلم أنه في باطل ومع ذلك يعينه، قال صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وكم من الحقوق أهدرت وضيعت بسبب ظلم أو خصومة جائرة. واذهبوا إن شئتم فانظروا إلى القضايا في المحاكم ولجان فض المنازعات ومكاتب الحقوق المدنية. الظلم عباد الله يجلب سخط الله تعالى، لذا يجب على من كان في منصب ولاية على المسلمين أميراً أو مسؤولاً أو إدارياً، يجب عليه أن يتقي الله وأن يبتعد عن الظلم كي لا ينال غضب الله عليه. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. لا إله إلا الله. بسبب ولاية عامة، بسبب عمله في الدولة، بسبب تسلطه على رقاب المسلمين، فإنه يخرج في الصباح في غضب الله ويرجع في المساء في سخط الله. فأي إسلام عند هذا؟ وأي دين؟ وأي راحة؟ وأي سعادة؟ وماذا ينتظره في قبره؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. فيا من ولاهم الله أمر المسلمين اتقوا الله فيهم ويسروا لهم أمورهم بلا معصية لله وبلا مخالفة لولي الأمر، فإن الله عز وجل يحب من يخفف عن أمته وييسر لها أمورها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. فالمسلم الحق هو الذي يعرض سائر أمور حياته على كتاب الله وعلى سنة حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يختار وقبل أن يقرر. فما كان فيه رضا الله مضى، وما كان فيه سخط الله ومقته وغضبه أمسك وأحجم. قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاتقوا الله عباد الله وتجنبوا الأمور التي يكرهها ربنا عز وجل وتجلب سخطه ومقته كي تفوزوا بأعظم نعيم في الجنة وهو رضا الله. اللهم احلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة،
ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.